فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. صلى الله عليكم. قال: وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود، فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام، وتارة تكون بترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك، فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره. فإذا رؤي رجل على زنا فقيل له اتق الله، كان أمرا له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا، لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. نعم، إذا قيل اتق الله، تقوى معناها أن تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله تخشى من عقوبة الله عز وجل. فإذا قيل اتق الله فهذا يشمل فعل الواجبات وترك المنهيات. وإذا قيل لمن يترك الصلاة اتق الله فهذا أمر بعموم التقوى، لكن يدخل فيه من باب أولى سبب الأمر، وهو تركه للصلاة. يعني اتق الله بترك الصلاة، اتق الله فلا تترك الصلاة، اتق الله بأن تجتنب ترك الصلاة. وإذا رؤي من يزني وقيل له اتق الله فهذا أمر بعموم التقوى، لكن سبب الكلام هو وقوعه في المعصية، فيدخل دخولا أوليا تركه للزنا، ودخولا أوليا إقامته للصلاة والنهي عن تضييعها إلى غير ذلك. نعم. قال: كذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، كان أمرا بعموم المخالفة داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية، لأنه سبب اللفظ العام. نعم، عاد الشيخ إلى ما كان بصدده في الأول، وهو أن من جملة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود فيه تغيير الشيب، فإن اليهود والنصارى لا يغيرون الشيب بل يتركونه أبيض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يغيروا هذا الشيب، وهذا أمر استحباب لا أمر وجوب، بدليل أن بعض الصحابة لم يكونوا يغيروا الشيب، لأنهم فهموا من الأمر أنه ليس أمر حتم، وإنما هو أمر استحباب وأمر تكميلي وليس أمرا إيجابيا. فالحاصل إذا قال خالفوا اليهود غيروا هذا الشيب فهذا أمر بمخالفتهم على سبيل العموم جميع صفاتهم وأخلاقهم الخاصة بهم، لكن يدخل دخولا أوليا ما جاء في سياق الحديث، وهو مسألة الصبغ، مسألة صبغ الشعر، صبغ الشيب.